والله ملا لا 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 يجلس بس مره جاهد احم اداحم على رياجيل واروح ابا خاطر عشان نعيش احنا ندور من يداري خواطرنا الله ما انا فاضي مشاكل فمن هذا المنبر علم المشاكل انت اللي اعطيتني النصيحه تحمل انت صح النصيحه اللي تحت الهواء تو نسولف انت تعطيني نصيحه ويدور عليك علم الرمايه كل يوم علم في مثل في مثل يقول لك طبعا تكرمون من الطاري اللي هو علمناه مش حاده سبقونا المساجد سبقونا ابواب تعال فانا علمتك على وانا قدامي ثارت عندي يا اخوي يا ياسر شاهد موضوع شاهد نص ساعه بس الله يشكرك بعدين بعطيك بدل شكل احنا ما اعطونا لا لا ما يعطوني انا بس انه غرفه للشباب شفت مو بس انا شخصا يعني ما يعطوني مصاري يا ريت مصاري لا هو مو بدل يعطيك شكل يعطيني شكل لا خلي ياكل تكفى والله تدري ان انا اعاني من نفس مشكلتك اذا قمت من النوم ما عاد ارقد او اي ازعاج دقيقه انت تشكيله تقول معطي شاهد وانت متى من قاعد معي بالسكن اخر 4 ايام ما عليك 4 ايام هي خلاص معطينك مكان انت ركان بدل السكن حق ركان لا لا جلسه طيبه بس والله صرت احب المشاكل كروم احنا جلساتنا طيبه احنا بدر كالعاده تعال تعال في جلسات هذول اللاجئين اللي جو من بدر تعال والله في مشاكل ولا ما في المكان اللي مو شاهد لا يحدث فيه مشاكل فيه مشاكل كضاء اسلم يا ابن مدوخ عدم تدخل اصوات تعال نعم تدرون ان صالح يجيد لغه الهرار القطط لقيت يسولف مع قطط يوم اني قرت مع قطط قطط يزبد والله ما شاء الله ما يسولف معنا كثير لا هو يسولف مع بعض الاشخاص تدري لغته حزبها مقطوعه القطط تدري لغته في ذنبه اذا كان سيده وقال كذا انت قاعد وش منك نعم والله صدق حدد ما في لغه الجسد بجيب لك بس الانسان كيف تعرف ايش مضمون من لغه جسده والله القط من لغه ذيله اي من لغه الذيل اذا كان هيك مثلا واقف هذا انه مثلا ما هو مرتاح اي يريد يهجم مستعد للهجوم وكيش مو بس القطط اللي هن القطط هذول الشرسه بعد نفس النظام اي تسمى قطط ترى حتى ليست قط من نوع القطط الكبيره تسمى يعني تخيل ملك غابه واخر شيء قط حرته قط كبير والله هذا يضحك علينا بالله انه قط ولا اسد يا حيا بالله انه قط هو اسد وملك غابه بس هذا خلاه قط ايها الحرباء المتلون ما ادري اذا كان في هواش ولا غير الجلسه لا غير الجلسه فاته انا صرت مدمن هواش والله فاته ابي نقدة والله شم ريحه الهواش هناك جاء كان برا ونيجي انا جد كذا شو كان اظن كذا من فوقيه لا وقفل الطاس والله مالون بدر الحين نظرك من تحتيه عبد الكريم القحطان حركات والله سعيد القحطاني وين سعيد عند والله المحترم احيانا سؤال بس والله تصدق انك اكتشفت ان المحترم ما يفرض احترامه انه يلف احترامه ياكله مع المحترم الثاني والله يفرض يقول احرص على اشاره العاقل يا حبيبي اشاره العاقل كبيره شوف والله تسمح لي الحمد لله على السلامة تسمح لي بالله تفضل اخونا كبير ابوي الانسان يعمل بطيب اصله وبطيب تربيته حلو خلينا نعلمه صحيح انه ما اثمر بفلان طيب تربيتك وطيب اخلاقك وتعاملك وسبب كثير خلى بعض الناس يتجه الى انه ما يتعامل بطيبه اخلاقه يصير عدواني يعني. يصير عدواني ليه يقول لك انا سعمل بطيب بالرجل الفلاني ما يبين اول ما يعقب علي صح ولا لا فانت تعامل بطيب اصلك بطيب اخلاقك هذه وين محسوب لك اذا ما حسب لك يا العبد حسب لك يا رب عباد كلها نعم الله اذا تعاملت بطيبتك واخلاقك يحسب لك يا رب العباد وانت اساسا اللي ودك اياه رضا رب العالمين يوم انك تسوي خير ما بيجي زاد ارمي بالبحر نعم فهمت كيف والله يا ما سوينا مواقف ما هو يعني امدح بنفسي الناس ما انتم انا متاكد كل رجل منكم يا ما سوى مواقف تمام وتعب لاجل وتعنى الاشخاص اخر شيء اول من كان سبب هلاك له اتقي شر من احسنت اليه اتقي شر من احسنت اليه عليك نور فخلك على طيبه قلبك وعلى سجاياك بعدين وكل الدعم والمؤازره هذه شغلتي يعني انا ترى ما حد يقبلني على الشاشه الا لو ما انا اسويها طشوني ايش هذاك ايش الموضوع الله اكبر عليك يا سيد والله اني ما سمعتك يا سيد عيد النقطه الله اكبر عليك يا سيد نظامني والله كيف توصلت في امريكا انا كنت في تكساس شيء مجبورنا بكتفاين مع الوضع هذا لا ليش كامل يا ركان جبونه واه لا ليش كامل جبونه بكتفاين والله المفروض يا ركن الحلويات اشكركم صراحه وانصح كل واحد فاين يبغى حلويات تروح لك الحلويات خايمه بخوف خلك غسل يدك انا ايش دخلت تيزا يا بحال انت قروش حاطين حرفك
ار اس راكانو سي. شفت ثنائي حتى عندهم. لا الله يدبك عندك ثنائي. ترى اقولها مجامله عشان اجلب خاطر. عبد الكريم القحطاني. صبري لا تشرب كل. عيون عبد الكريم تدلل. عطنا قد مرحبا بكم في جلسه سعيد السردي. عندما نتحدث عن جلسه والله ضبط والله جلستك. الله يعافيك. مرحبا بكم في جلسة تاريا الليل جلسة سائد ال ايش سائد ايش؟ سردي السردي خويكم ما تعرفه وسكنت انا حشافه الواحد عرفني بس ما اعرف العيلة لسه تعال قرب جاي قرب لا قرب جاي لا عشان كلامك المعسول عرفني بس ما اعرف العيلة اكشن مرحبا بكم في جلسة سائد السردي جلسة تاريا الليل انتظرونا يومين على قناة المجد بعد الساعة بعد حافظ بعد الشباب ما تولعوا والله تقنية الفنية أرجو الآن سعيد رحب جلسة سعيد نحن نتواجد متسابقين الذواقة بالاسم الأول صالح النجاشي والاسم الثاني نواف بن مدخل عتيبي وليش راكان المري سائد السردي عبد الكريم القحطاني قلبي سعيد القحطاني عن دليل عن دليل الذواقة عبد الله العنزي ترقبونا بتوقيت السعودية بتمام الساعة 9:30 على قناة المجد الفضائية اعطيكم بالتعليق الصوتي دقيقه اعطنا اعطيكم بس تبدون بس عشان بس تبدون والله والله وش تبدون اهلا بكم جلسه يلا حيكم يا هلا مرحبا جلسه الغامين جلسه تالي الليل جلسه مع الشباب الطيبه والله مواهب ايش رايكم بالمواهب قحاطين وعرب من الردن وعرب من الحسا العربان دقيقه كل واحد من الشمال اقول شفت واحد ترى كان والله هاي المسينة تاكل جلطني وانا ما اكتشفت الان المسينة والله العظيم وانت ما اكتشفت الان اني انا تعليق الصوتي لازم خارج حروف عندك حلوه هذا اسقاطه تنوع في الصوت والله يجيب طرمان طرمان حنا يلا بختبرك حنا طرمان اثمينه مطعوم اهلا بكم في جلسه تاليه الليل على قناه المجلس اهلا بيك يمكن نواف القى فيه موهبه من العود وبعد قليل نواف والله نحس عنده موهبه انا والله انا ما عندي انا قولها قولها تجرب اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم يا هلا فيكم لا ما قلت يلا عطى عطى اهلا بكم في جلسه سائد السردي على قناه المجد روحوا للمجد والناموس سيده من حلقه يلا انا اقولها من اذني الله لي يجيبك اذا راجع ميه تكفى من هنا من هنا تطلع من هنا تنفخ هذه سائد لا ريح دجاج ما يب عندي موهبه ريح دجاج احد شرب هذه الشباب جايبين بدينا الدجاج والله ما تكرمني لك يا قلبي اول سيعطيك شوف المجد ما شوف المجد اختيار الامن لاسمك لا لا من هنا انا اقول انا ما عندي موهبه قناه المجد من هنا يا رب الحلقه من بطنك من بطنك انا ابدأ والله انا بستثمر فيكم والله قناه المجد وربي اذا الله ما هداك اذا ما شريت السيف من خشمك والله تشرب امسك لا لا ورجلك على الرجل ها انت كلامك لا كده كده هذا واحد محاضر في النقاء يقول ساعة ونص المحاضرة حقته يقول واحد تابعوني قطع ال هذه قطع يقول راحت كلها ربع ساعة طيب 15 دقيقة ساعة ونص فانتبهوا من ترى دربونا عليها كنت أول ما دخلت الجامعة أبو عبدو أول ما دخلت الجامعة ترى ما كان وقبل أخذ الدورات ما كان عندي هذا الشيء أي دورات خد دورات كم دورة عندك 21 دورة مخضرة ما شاء الله العمر كل الدورات كلها هي أكبر من عمري أنت سمعت والله يصبر الأرض أسلم والله نحسبنا حبيب الله يكتب أجرك يا أخي أحبك يا بالجامعة عندنا دكتور والدكتور ملتزميا بشكل كبير سلمت سلم تسلم رجلك عشت بدون ان شاء الله بدون ان شاء الله بدون ان شاء الله نواف روشتنا الله يسعدك يا ابو مدوى اشكرك انا اقول سعيد انا اعلمك السالفه هذه صار اخوان معي دكتور عندنا ملتزم دينيا تمام وتدق علي الوالده ونقول الله لا ابشرك طلع لنا عمره وين الله بدر سطرك يطرد في مكه يعني في مكه في في بلد ثاني هذه عمره ايديك والله ثاني هذا والله فايز فعلا وين بدور اذا ما هو يرجع يا اخوان مصر من قبل مكه كيف دقال الله يشكر صراحه وانصح اي واحد عاوز ياخذ عمره يروح مكه في مكان ثاني شكله كان في اسلم المهم وتدق علي والده وتقول لي ما دروح عمره قلت والله قالت ودي اياك انت معي
قلت انا قلت انا عندي الجامعه ايام الصيف احنا والفصل الصيفي 3 مواد عندك خبر؟ والله قلت طيب انا اول الجامعه والله اروح استاذن من الدكتور الاول واستاذن من الدكتور الثاني الثالث قلت هذا مطوع شيخ دين ما يحتاج اذا قلت العمر راح يقول لي يلا ما انا رايح مستاذن يأيدني ما انا مستاذن منه السلام عليكم ولا جيته والله واروح العمره العشر الاوائل من رمضان والله ونروح العمره طبعا هذا كله بفتره الصيفي رحنا العمره خلصنا قضينا طبعا صار معنا موقف هذا الاعمى اللي مسكوه ما ادري اذا شفتوه يوم اللي سولفت عنه بامامي لا سولفت عنه بامامي الاعمى اللي الحمد لله رد لي بصري ويسلب الناس اخر شيء كيف عرفوا انه والله عسكري انه فنان عندكم بالمكان انه كيف عرف انه كذاب من الساعه كان يوم دعمه وتو رد لك بصرك بيدك ساعه الاعمى ما يلبس ساعه ويمسكونه ويكفتونه أثري من زمان يشتغل على المبدا المهم نرجع لمحور السالفه واروح للاردن يوم روحت للاردن والله بفوت على الدكتور مطوع هذا ذاك انا ضامن هو ينتظر الشكر انا انتظر الشكر أثري لو ما فتت لو اسقطت الماده استر لي طق 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 والله فوت السلام عليكم الله يذكره بالخير طبعا الدكتور حباب هو اعوذ بالله حبيب ورط والله انا بالحظ ممتاز احنا عندنا كلنا يفهم على فهم اضيق انا قصدك يحب يعني كل واحد لا حباب اللي هو يعني خلاص انت تطمرها حبيب انا اسولفك باللي عندي هذا اللي عندي اللي هو يعني محبوب اللي هو ايش سوى فيك صراحه الله انك دخلت المستشفى المهم وفوت عليه السلام عليكم الدكتور طبعا والله انه محبوب وفوت عليه تاب الله عليه الدكتور ترى الوضع 1 2 3 4 والوالد ما معه إلا أنا ودي أروح معه محرم ورحت عمره وإنه شو يقول وإنه يقول والله لو إني كنت ماخذ غيابات بهذيك الفترة هذا كان لو إني كنت ماخذ غيابات هذيك الفترة إني لا أحرمك ولا أنزلك المادة ورسبك به قلت يا رجل أنا يعني المفروض أنا أخذ منك الآن مدح أنا أول واحد يتبشر أنت وتقول لي الكلام هذا وإني يقول لي بس من حسن حظك ما كنت أخذ إيش غيابات شفت وإني كنت أخذ غيابات والله لا رسبك يا ولد انت رايح لعمره العلم اهم قلت يا رجل عمره يا رجل والله العظيم اني اتمناه من الله وجتني زي تقول من الله تمام ولو ما جتني حتى اصلا ما انا رايح بس جتني من الله وانه يقول لي لا الا تروح ولو اني كنت يعني حاسر منك كان ودي الى كنت انا لا انا اقول لك الظاهر انه العلم له مكانه عند الدين الاسلامي ممكن تقريبا له مكانه هو اسلامي مسلم هو مسلم ما ادري شنو في شيخ الرجال ذا يحتاج وزن وقف لا تكفى تكفى ديرته بعيده يا ولد احكامه مثل لا طيب القطاوه ليش تختفي في ايام العيد يا اخي بحثت الموضوع هذا نعم ما اقتنع صراحه هم يروحون نبي الله من عيسى قبل يقول لك سيدنا سليمان عليه السلام يامر الجن يعني يقول لطافه فيهم يامر الجن بهذاك الوقت بعيد الاضحى علشان المنظر والدنيا والعالم يامر انهم يسوي لهم مائده الجن يسوي لهم مائده ويعزمها يعزم قطاوه كله طيب ما كان عندهم عيد اضحى تدري ليش نذبح احنا في الاضحى عشان موسى الله فدا على عليك نور بس اقصد انه هم يقولون انه يعني بعيد الاضحى علشان موضوع سيدنا سليمان يوم كان يامر الجن هي طبعا ما في اساس للكلام بدعه بس في انهم يقول لك لا انه هذه لها طقوس معينه بعيد الاضحى هي فعليا انه الفعل الصحيح لاختفاء القطط انه انشغالنا بالاضحيه يخلينا ما نطلع ما ننتبه طيب والله انتبهت انا اتوقع الحين مو حيوانات تدري قديش واحد مشاركنا المقطع وهو يصور لي يا كذاب هي يلبس طب انا شارح لك يوم الاخير قاعد اقول لك انا يوم طلعنا من عيدك اليوم انت شفت مقطع وقمت ادور كل درام زباله على فيهم من بعيد بس انا توقعت إن لا على الفره يا قليل الادب لا انا حللت الموضوع خلاص على بعد حللت الموضوع الحين الحيوانات ما بحسون بتعذيب الواحد في القبر الله يكفينا الشر يوم تذبح الاضاحي بشكل موحد ويشوفون الارواح متصعد فيذلون ويختفون ممكن من كثره قبض الارواح فيحسون بالشغله يذلون مع اني شفت انا قطط هرر موجود ما تشتحي ولا تذل ولا تخاف والله هذه قطط صامله المفروض يحطونها بدل الاسد الاسد ليش يسمونه اسد ومخيف وينخش ما ادري وين اسد طبعا هو تكبير لكلمه اسيد طبعا اسد اسيد طاجي طلعنا من المحور احنا بنذب وفتحنا محور
انا عاوز اورطكم انا متورط عاوز اورطكم انا ما جيت هنا للورطه انا معزوم عند ابو ابراهيم بروح له انا سير على جيراني عندي فقره مسير ما شاء الله والله ايه صراحه ان شاء الله الله يزود في عمرك باذن الله شاء الله العز والطاعه انا الجوع ذبح خلصت الكبسه يذكر في قديم الزمان نعم انه كان جلسه هناك واشخاص هناك وحال عليها الحول والظروف والان اصبحت جرداء كالارض لا يوجد فيها اشخاص والله سترك نعم تبقى الذكريات لكن الكرامه اين ذهبت رجعنا الكرامه عند سه عبود جوع والله جوع عبود بدر اختفى ما عجبك كان في والله العظيم محاول يتناقشون الحين شوف شو والله بكره ما اطلع معه هذا بيجيب وانا سعيد يقول والله ما اطلع اقول لا هو اخوي كبير عادي يعني كنت سفل فيني ايش تبغى هو يبي يحور لا ما ابغى يقول هو خرب يقول ايه انا دورني قال اخوي يبي يحور قلت هلا انا كفت جوا راح بخسر الشخص كثير تبي حامض حلو صح انا ما بجاوب معك وذول يضحكون خربوا تهاوشت ما هاوشت بس الله يصلحه والله اني طيب معه والله ما حاول اكسر خاطره بس دور علي عطى تعرف ذاك اللي فيه مرصق حيوان كف على وجهه هذا انا قبل شوي يعني طيب معه الله يزينك يا سعيد لكن ببقى على طيبتي يقول اي والله طيب. ظهرت لي قصيده ايوه يقول يرحب بي الطيب واقول الله يعافيك وانا ما اقصد الطيب الله يعافيك والطيب اذا رحبك ايه الله يبيك لا الله يعافيك انا ابي الله يعافيك عاد قصيده كيف يلا كيف يرحب بي الطيب واقول الله يعافيك وانا ما اقصد الطيب وله بعد راعي تشين ظروفي وتشين علي الايام لكن يا خلي ما ادري كيف والله اني خوشت الشاعر بيجي يستبعدني من القناه تعال تعال قبعد قبعد وين جاهز شيء دق عليه بالله راس نيوات قاعد اراقب من بعيد والله العيش اهم ويقنا وين القدس سير يوم كبروه والله خلاص خلص ثم درى انا عبد كريم قحطان مشارك البرنامج لكن كبروه الله يطول عمرك وش لا والله جد القدر ضغط سيء امس يا رجال الصحن. والله فيه بركه الصحن عود والرز قلي ها وبدر كان بيطبخ هنا بس انها بغى يعفش لا هو نتق الخيم ودرع يبغى يخوفني يقول جلطني اشوفه من هناك وش ينتقل شو اسمه عفه شويش اذا جيت تعصب شو بيمشي اذا جيت تعصب انا انصح نفسي صراحه ما اعرف اعصب ادري اذا جيت انت انسان تعصب اعرف كيف تعصب اعرف كمان ما انت تصطاد اعرف من اللي براغ معك اما واحد متصالح مع نفسه ما همه عادي لا تصادم معلم ما يحلو اقسم بالله كنترول قبل شوي انا اتوقع اي كنترول انا ما سويت شيء انا عادي لا انا قصدي عجبني حتى انا في جلسه وعندنا سلوم وعادات وتقاليد وانتم ادراب انتم عيال قبايل والله صادق لا صرت في مجلس الرجال احترمه خليني اتكلم لا صرت في مجلس الرجال شوت مراكي لا ما ترى شوت مراكي بغيت شوت مراكي لكن عزك وتصير انت طلع من السلامه ضيف اي خلاص بس انت تجي كل حياتك الضيف اتردد عليك اسيره معزب بس يعني جلستك عند بدر تعتبر انت ضيف وهو معزب لا هلا لا والله عاملنا كذا لا انا الان هذا جبت المخرج عاوز كذا الجنبيات الجنابي هذول جبتهن الجنبيات من جوا وقعدنا جنبيات جنبيات فرشات المرأة هذول هل هذا يعني ان انا معزب وانت مضيوف؟ ليه؟ الضيف يصير معزب لا لانك تحشم رجال وتعرف اللي لك واللي عليك شر ومن يسر بعزك والله انا فداك وشر والجميع فداك فداك مين طالع من قلب والله يجيب بسم الله نرجع زكام مره ثانيه الركان بسم الله بسم الله في ما يشتغل خليني اقرا عليك واشرب لا الله يشاء قهرني شاه خلاص بقطع عليك بسم الله بسم الله صار عنده مشكله عنده مشكله مع شاه الصبح يسوي لي كاس شاي ذكرني بوضعه ذا قبل شوي سايد والنفاك يوم تاخر مت ذكرت الفيديو يوم شفته شفتوا ذا الشرطه يداهمون محل ويجي سعودي يقول يا ولد اللي يخربون البلد وهذا اللي يستاهلون قال من انت قال انا كاشف هذا سعد نحيه سعد جاي ياخذ المايك مايك تاخير يا شو انا نفسي ولقم معنا بس اشكرك سعد سعد يدور يدور والوائل قاعدين قلت ها الشباب وقعوا معكم عقود اي جاي تفلسف علينا اوه وقع وترى هناك مو انه يعارض انصدم الرجال
يوم لقى 50 ذا انصدم، ترى ردت فعله علينا ما هي عدوانيه، لا 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 هو انصدم، انا انصدمت والله فعلا، هو جاينا هناك عايش دور احمد الصادق، اخذك كذا بجيبه وانصدم لقمك 50 غنت، نجيب شكله شكله تحت نقول لا لا بطل كومنت في ضغط نزل من تحت. والله شوف هل في اعتراض عندهم هنا؟ لو يشوفون قسم اعتراض كيف ترفع اعتراض المخالفات؟ اتوقع انها من الذواقه مو محكمه. والله اعتراض متسابقين قصدي، اعتراض متسابقين نعم، وانا اتكفل شو حلو حلو، وانا اتكفل بلوكيشن لاعتراض متسابقين. وش يسمي ها؟ ها؟ والله انت سوي. انا والله شوف اني ظلمت هذا اليوم، سوف ابحث لكم عن انصاف ان شاء الله واجيب لكم قاعده جديده في هذا البرنامج. سوي مبادره، لا لا ما تقدر تكسر قوانين تجي تسمي برنامج. لا يا اخوي مخالفات هذه مبادره. اسمه البرنامج يسميه هم عندهم حامض حلو صح نسميه حار بارد. الشيوخ قبل يجيها معناها الشيوخ قبل حللينا اسماء ركان، الشيوخ قبل حللينا المشاكل يا كرم، الشيوخ قبل اللي يحلون المشاكل ويفكونا نشب ودنيا وعالم يجيها معناها وكذا، فتنسوني يعني احل مخالفاتكم شو مساعدك نجيب لك ابو وسفايز سوي حاله ما سمع نجيب لك منفس 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 هو لحم ومرق وعصيد ولا ان شاء الله بس خلى انت استمرت اذا استمرت البرنامج بدري 40 يوم لحد ما جاء بدري انا استنى يجون الشخصيات اللي راح تجي بالليله الاردنيه لما يجون من السفر يعني انت بس تكرم اخوياك عشان الشخصيه ذولا كحنكم بار الله يسامح ليش ما تحط حن تصدر المشهد اخوياك سوي ليله اردنيه اردنيه هنا هنا ليله اردنيه كامله اسف ان شاء الله اذا قينا ببرنامج ما بقينا ببرنامج الله يشوف الاردنيه عقل لا تلعب لا انت بالذات لا العب يا قاضي يا قاضينا يلا بالحق ترضينا جيتك حدي قدي حدي هدي هدي وش حدي جيتك حدي قدي والله احنا صراحه وش اكثر شيء ندمت عليه خلال السنه خلال خمس سنوات شيء ندمت عليه الله احب جوي الاسئله كذا السؤال موجه صوبي ايه انا عرفتك شو الفرق بين اسلوبك؟ ودي اني اعرفك من زمان. يا اخي انا بقول بس عن نفسي بقولها عليك. انا ندمت توني عارفك توني عارفك ودي اني اعرفك من زمان. طيب ايش تاخذها علي؟ انا بقولها لك. ابي احرجكم زي صح؟ الحلو اللي هذا خذيته انت؟ لا والله مو بنا. انا ادور لك شنو تلف. يحيى. يحيى 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 مظل يصعقه. متى جاي يحيى؟ يحيى وين راح يا اخي؟ متى جاي يحيى؟ عندهم تمثيل مبادره. يحيى ما شاء الله عليه من كثر ما يشارك اللوكشات ما عادك تشوفه والله العظيم ابنك كان متشارك يفوت ويطلع ولا تحس عليه. صدق رحت تقول حنيش رحت الشقه اشوفه قدامي ويقول طرحي ما عندي دوره تركز. ما شاء الله توعد ثري الرجال ذا ما شاء الله اشتري مليان معلومات يقرصه ويقول لك عنه والله الرجل ثري يعني اذا قال عنك انت ثري يعرف انه قارصك. لا انطرد مره واحده مو مرتين الله يحفظك. انطرد مره واحده طيب. والثالثه الله يستر. اخ يقول ارقى الجبل. خل عنك. لا يقول ارقى الجبل والحر ما هو بمملوك. اوك. مملوك. طيب الولد من طيب خاله. وجده. وعمه. عمه. خاو رجال اللي على العز خووك شرواكم. شرواكم طيب عليك زود. ولا تخوي لك من الناس الرمه. يا رمه. اي والله في رمم ترى. والله في رمم كثير. لكن الرم ما ترمى في اي مكان في اي مكان تمام يعني تشوف الزين والشين اي مكان البيت العائلة ممتعة من اولها حتى اخره اضوي قنادي للعزم حلق بفنك للسماء